أنا زوجها مشاعل، أنا زوجها ومن حقي أعرف. فعلا ترف، ما تجيب عيال؟ مشاعل قلت لك ترى قالت لي كل شيء، وأنا هنا علشان أتأكد منك. كل اللي قالت لك عليه ترف صحيح. أجل اسمعيني، دامك تتكلمين عن الأمانة عندي طلب، أبي هذا الموضوع يبقى سر بيننا. أنا مستحيل أتكلم مع أحد. تدري الموضوع هذا لو طلع برا وش ممكن يصير؟ ترف راح تنكسر، وأنا ما أبي أكسرها أكثر مما هي منكسرة. أبغى الموضوع هذا يقعد بيننا أنا وأنتي، ولا يطلع لأي أحد من العائلة، لا سارة ولا أمي.